عدة ولايات من ربوع الوطن استفادت من هذا المشروع الضخم الذي ينطلق من الجزائر العاصمة مرورا بالبليدة، المدية، الجلفة، الأغواط، غردايا، ورقلة وأدرار. المقطع الرابط بين البليدة وقصر البخاري هو قيد الدراسات وسينطلق في الأشغال قريبا، أما المقطع الممتد من قصر البخاري إلى الأغواط مرورا بكل من بوغزول وعين والسارة والجلفة على مسافة 290 كيلومتر فهو قيد الإنجاز ويعرف تقدما كبيرا. فقد انطلقت أشغال وضع السكة الحديدية على مستوى ولاية الجلفة وتم الانتهاء من حفر نفق على مستوى نفس الولاية. مسافة 140 كيلومتراً والذي يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين، التموين بالبضائع وتسريع الحركة الاقتصادية. هذا المشروع بوغزول جلفا يعتبر الشطر من الخط الديستانس تاعو 140 كيلومتر. تتواصل بوتيرة متسارعة في الشطر الثاني من المشروع الرابط بين الجلفة والأغواط على مسافة 110 كيلومترات، والذي تشرف على إنجازه شركات وطنية وكفاءة جزائرية. مي مع الوقت درنا لهم دي فورماسيون. خدم حدائدي. تصل السرعة القصوى للقطار 220 كيلومتر في الساعة. وكلت مهمة إنجاز هذا المشروع الضخم إلى مؤسسات عمومية ذات خبرة في الميدان، وهي كوسيدار للأشغال العمومية وكوسيدار للمنشآت الفنية، سابتا، إنفراراي، سيرور وإستال. هذا الخط الاستراتيجي الذي سيتم إيصاله إلى غردايا وورقلا وحاسي مسعود من جهة، والمنيعة وأدرار وتمنراسة من جهة أخرى، وتعرف دراسات هذه الخطوط تقدما ملحوظا. يعتبر هذا الخط بمثابة انطلاقة كبيرة للمنطقة نحو العصرنة، بحيث يتميز بسرعة 220 كيلومتر في الساعة وموجه لنقل المسافرين والبضائع، كما يسمح بخلق مناطق صناعية ولوجستية للنهوض بالاقتصاد الوطني. كما جهز الخط بأنظمة جد حديثة من اتصالات وإشارة. تسمح هذه المشاريع القاعدية الكبرى بتنمية المنطقة وجعلها تلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى فك العزلة عن المناطق النائية.